من فترة وأنا ألاحظ سيارات الار في، فجتني فكرة أني أعمل شيء بيدي. خدت لي فان عادي، بديت شوي شوي من بعد الدوام الرسمي من العمل، ساعة ساعة ونص أحيانا أقل، وعندي عدة بسيطة. فأخذت الأغراض اللي من بليوت من أخشاب، وبديت أقطع وشوي شوي وأبني. وهي طبعا مش خطة أو مخطط أنا عملته، لكن جت مثل الأفكار تراكمية. حاولت أني أنها تكون متكاملة قدر الإمكان، لأضع فيها الوسائل المريحة والخدمات المتطلبات الشخصية. طبعا هذه كانت أول مرة أنا أشتغل في هذه النوعية من المشاريع، وأمل أنها تكون هذه أول مرة، وإن شاء الله تتكرر في مشاريع قادمة بإذن الله.